FM. الكلمة ليك. نيدا تونس عائلتي. سامحني معناتها نيدا تونس، راني انا من المؤسسين في نيدا تونس. وانا عائلتي السياسية نيدا تونس. لكن وشنو هي مشكلتي انا في حتى كي اسسنا حزب اخر اللي هو حزب المشروع، قلنا احنا متمسكين مبادئ نيدا تونس بالخطاب المرجعي التأسيسي لنيدا تونس اللي هو خطاب الأستاذ الباجي قايد سبسي في 16 جوان 2012 هذه قلتها تقريبا 100 مرة وبش نقولها 100 مرة واحد. أنا رأي عائلتي السياسية نيدا تونس. الكلمة ليك.